وفي استفسارات كتيرة، لأن في مفاهيم مغلوطة عندنا كتير قوي يعني موجودة، ولو رحت سألت أي حد يقول لك لا لا اليوجا، يعني مش كل الناس طبعا بس المفهوم الدارج، يقول لك اليوجا لا دي ولا حاجة، ما بتعملش حاجة، إيه يفضل قاعد كده وتقول لي إن هي مفيدة، ويقول لك لا دي مملة جدا. يعني المفاهيم دي خلينا نبدأ بيها نصلحها، وبعد كده نخش بقى نفهم أكتر إزاي ممكن أصلا اليوجا تساعد على الاسترخاء وتحسين الحالة المزاجية وغيره. أول حاجة صباح الخير. صباح الفل. دلوقتي أهم حاجة لازم نعرفها عن اليوجا، هي بتشتغل على إيه؟ هي مش بس بتشتغل على الجسم، لأ إحنا بنشتغل على الجهاز العصبي كله. فالجهاز العصبي من كتر ما إحنا بقينا بنجري في العصر اللي إحنا فيه ده دلوقتي، نجري طول الوقت وبنتحرك طول الوقت، والناس لما تيجي تلعب رياضة بتلعب رياضة عنيفة، ويروحوا الجيم ويشيلوا ويجروا، كل ده مهم طبعًا. بس كل ده بيخش في الجهاز العصبي في حتة تانية خالص، بيخش في الجهاز العصبي ان هو بيزود اللود على النفس زيادة. يعني الجهاز العصبي مكون ستريس زيادة. الجهاز العصبي مكون من حاجتين، حاجة اسمها سمباثاتيك وباراسمباثاتيك، اللي هو الجهاز اللي هو مسؤول، الجزء في الجهاز المسؤول عن الراحة النفسية، واللي هو ان انا اهدى واخد نفس وريلاكس. وجهاز النص التاني من الجهاز العصبي اللي هو مسؤول عن انا لازم اخد خطوه وحاجه بتهج معايا لازم اجري، ده اللي هو السمباثاتيك. من كتر ما احنا بقينا بنجري طول الوقت، وحتى لما بنرتاح بنمسك الموبايل ونبص، فالمخ برده شغال. صح. نصحى من نوم الصبح نبص، نصحى في نص الليل بنقص، مخ ما بيفصلش، ما بيروحش للجهاز العصبي الحته اللي احنا لازم نروح لها كل شويه، وهي السمباثاتيك، بنسميها الريست اند دايجست، نرتاح واهضم. الجهاز العصبي التاني مع سرعة رتم الحياة على طول هو في الكوبس، فالجهاز العصبي مبقاش بيفصل. كمان لما بروح ألعب رياضة عنيفة زيادة برضو لسه بخش بالجهاز العصبي في الحتة برضو اللي هي سيمباثاتيك، اللي هو أدرينالين طالع. كنت فاكرة أن الألعاب اللي هي فيها قوة أو عنف دي بتعمل ريليف أو بتطلع، ممكن تطلع زي ما تقولي بتطلع الفراستريشن، بتطلع الغضب والعصبية، بنطلعها في حاجة، بس لازم اعمل بالانس زي ما انا بجهز يعني. بالظبط، مش كده بقول لك هي مهمه برضو، بس هي بتخليني افضل بالجهاز العصبي في جزء ده تاني. أيوة. طب انا عايزه كل شويه اشد الكوبس، فلازم اخش بالجهاز العصبي اللي ربنا خلقه النص التاني اللي هو بنسميه اني اريح. فاريح الجهاز العصبي ازاي؟ الجهاز العصبي عشان يخش اللي هو الباراسمباثاتيك لو ريست اند دايجست، وابتدي اريست واهضم وابتدي اريح الموضوع ده، محتاج اعمل تمارين تنفس وتمارين تامل. ايوه التنفس كذا حد فعلا اتكلم عنه، حتى مدربين اللياقه لما كانوا يبقوا معانا، لكن التنفس اصل اي يعني اصل كل شيء، حتى في التمارين عشان الأساس. تتمرن صح وتعرف ما تتعبش في التمرين، في اسلوب معين او تكنيك معين للتنفس. هو كل ما هتلاقي نفسك بتتمرني وعايز تمرين يومي، زي ما انا بقفل الكمبيوتر واعمل له ريتشارج، انا محتاجه اقفل الجهاز العصبي فتره معينه من اليوم واعمل ريتشارج. هيحصل ايه للجهاز العصبي لو انا فضلت طول الوقت في الحته اللي هي اجري وستريس وكل ده الادرينالين والكورتيزول قاعد بيتفرز في الجسم؟ حتى تلاقوا مع الوقت ايدينا بتعمل كده، خلاص هو الجسم كله اندر ستريس. صح. لو انا فضلت في الجزء ده كتير جدا بيحصل مشاكل ثانيه وتقلب مشاكل نفسيه. بمعنى ايه؟ النوم هيقل، هيبتدي السكر يتفرز كتير في الدم، هيبتدي القلب بينبض كتير دم عشان الضغط بيعلى، هيبتدي ابتدي مش ما بهضمش، مش وقت هضم، ده وقت ان انا اخد اكشن وابتدي اتصرف، انا محتاج اهدي ده. فاه مهم العب رياضه، بس محتاج ابالانس مع الرياضه حاجه تكون خفيفه، يعني حاجه ديورينج اليوم او خلال اليوم، محتاج اقعد اخد نفس او اتامل. التامل ازاي؟